السلام عليكم متابعي قناة درو وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ طبعا في فيديو اليوم راح نقدم لكم شخصية صغيرة، يمكن احنا كبرنا وخطيرنا وشخصية ظلت صغيرة. هو محقق، طبعا حقق جرائم لا تحصى في اليابان، المحقق كونان، وأكيد بناء على طلب الجمهور. وطبعا كل المحتاجينه قلم رصاص مبري والمحاي إن أمكن، إذا خطينا نمسح أول بأول. ويلا نبلش. طبعا بداية رح نعمل خط أولي عريض لأنه وجهه عريض شوي كونان بهذا الشكل، بعدين رح نعمل خط بهذا الشكل. وبعد ذلك سوف نقوم برسم العين الأولى. العين الأولى تأتي بانحناء عريض بهذا الشكل من الأعلى. نبعد هنا مسافة، يعني لا نمسك الخطوط هكذا عند العين، نعمل هكذا وهكذا. هي العين الأولى. العين الثانية طبعا رح نبعد العيون عن بعض لأنه وجهه عريض شوي، رح تكون دائرية أكثر هيك، يعني قوس أعلى شوي لأنه هيك عين، فتحة عين أكبر من عين، لأنه نظرته بتكون نظرة محقق. نعمل أيضا للأسفل خط بهذه الطريقة. طبعا هكذا رسمنا العيون. وبعد ذلك سوف نقوم برسم دائرة العين بهذا الشكل، نصف دائرة. والعين الأخرى نفس الشيء. بهذه الطريقة. تمام. أريد فقط أن أوسع هذا الخط إلى الأسفل قليلا هذا الشكل. بياض العين بدي إياه يكون مبين من الأسفل. طبعا لا يوجد لعين كونان بؤبؤ، يوجد فقط تعملوا خط دائرة اللماع بهذه الطريقة. تعملوا خط هيك، تسكروا خط هيك، تعملوا خط 1 2 3 4. طبعا هذا الخط رح يكون أسود يعني مع الوقت، هذا رح يكون أسود، وهذول الفراغات رح يكون ألوانهن هذا أزرق وهذه أبيض. بالألوان ببين أكيد. نفس الشيء يعني هيك لما عينه بيكون، نفس الشيء رح نعمل في العين الثاني كمان، نعمل دائرة بهاي الطريقة ونقطع خط بهاي الطريقة ونعمل 1 2 3 4. هاي الخط رح يكون أسود وهذا مع الوقت رح نلونه أسود، هذا الخط برضه رح يكون أزرق وهذا أبيض، والباقي كله أسود وهذا أزرق. بعدين بحكي لكم الألوان. هسا خلينا بالرصاص. نعمل جفن العين طبعا هاي الطريقة، هيك جفن خفيف بس. بعدين بنعمل الحاجبين. حواجب كونان طوال شوي هاي الطريقة، هيك طوال ورفاع مش خمال، يعني هيك رفوع خفيف. حاجب الأول
هذا الحاجب هيك بنرفعه شوي لفوق بهي الطريقة هيك، إنه نظرته يعني فيها هيك تحقيق بهي الطريقة. طبعا الصورة مش راح تبين هسا، خلونا احنا نتفرج في الآخر. راح نعمل الأنف. الأنف طبعا بيجي يمكن بهذا الشكل هيك، وثمه بيجي خط مستقيم بهاي الطريقة. هسا بدنا نعمل وجهه. وجه كونان بيكون عريض، يعني خط نعمل خط هيك، كمان بنعمل خط هيك، بنتأكد انه هذول الخطوط قبال بعض. بس يجينا هذول الخطوط قبال بعض بنهود هيك خط، بعدين بنرد نعمل كمان هيك خط هاي الطريقة. حلو كونان من دون نظارات. كونان من دون نظارات بكملش، مش مبين كونان، مبين شخصية ثانية. تمام، قبل ما نعمل النظارات خلينا نعمل الذنين وذنين كونان كبيرة، يعني الذان بتوصل من هذا الخط لهذا الخط، يعني هيك هذا الشكل بهاي الطريقة. وهنا أيضا نفس الشيء، نوصل من هنا لهنا الأذن بهاي الطريقة. وهكذا هلكيت. يعني هيك شكل كونان من دون لا شعر ولا، يعني تخيلوا بنقدر نرسمه إقرع مثلا من دون شعر. تمام، هلكيت شوفوا كيف بده يبين كونان بس نرسم النظارات، ببين هيك ربع كونان. هلكيت بنشوف نعمل خط مستقيم عادي فوق الحاجب، معلش حتى لو لمس الحاجب الخط مش مشكلة. وخط النظارة يعني خط من هون لهون للنظارة، يعني من عند طرف الذان لعند وسط الوجه، وبعدين بنيجي من نعمل خط هيك يكون هذا القريب من الثم شوي، هنا النظارات أكبر من وجهه بصراحة. بعدين بنرد نعمل كمان خط هيك بنطلع شوي عند الذان، هاي النظارة الأولى اللي العدسة الأولى من النظارة. طبعا بنرد نعمل خط هيك، بنرد نعمل نفس الطريقة هون، بنرد نعمل خط هيك بنطلع شوي من خط العدسة عند الأذن هاي الطريقة. بعدين بنرد نهود هاي الطريقة، يعني بنحاول على قد ما نقدر هاي العدسة تكون حجم هاي العدسة. انسوا وجه كونان، ركزوا بس على النظارات، معلش حتى لو بغطي وجه كونان. بعدين بنعمل خط بهاي الطريقة. أنا مستغرب كونان يعني ليش بلبس نظارات وسينشي لا، يعني لما يكبر بلبسش. هذول نظارات سينشي مش لكونان، يعني لنظارات واحد كبير. تمام، هيك عملنا النظارات، حددناهن بالرصاص من فوق هيك شوي، بنحدد كمان أزيد لأنه هذا الخط مع الوقت راح يتلون باللون يعني هيك أسود أكيد. هسا رح نعمل جزء بسيط من الركبة قبل ما نعمل الشعر، بس هيك نعمل ركبته رفيعة طبعا، مش تعمله من هان لهان، لا ركبته صغيرة رفيعة هيك على كركتير وما أنا شايف. بنسكرها بهاي الطريقة. هسا يلا خلينا نبين انه كونان 100%، خلينا نرسم شعره. اكيد نعمل بداية خط مقوس مشان يعلمنا خط اول مقوس بهاي الطريقة. اول خصلة رح نعملها رح تبلش يعني مش من الوسط، من هنا شوي بهاي الطريقة، تعملوا خط هيك بعدين تعملوا خط هيك بهاي الطريقة. الخصل الثاني من الشعر طبعا بتيجي من هان هيك وبعدين هيك، بعدين خصل كمان هان، خصل هيك، خصل هيك. لاحظنا انه تغطى اغلب حاجبه، لانه بس يتغطى حاجبه ببين كله، هو مش متغطي حاجبه ببين شخص غريب.
تتغير الحلقة اللي له حلقة الشعر. هاي الطريقة كمان هنا هيك بنخفف بس أكمل شعره هون. وأنا بنعمل كمان خصلة أخمر شوي. وهنا كمان نعمل خصلة. إيه طبعا هسا بنعمل هون هيك خط دائري بهذا الشكل. خط دائري يعني هيك يعني راس قنن هيك بخط دائري. ومش راح يتكمل عندي كالعادة في الصفحة. بس أهم شي خلينا نركز على الوجه لأنه وجه قنن شوي معقد. بس إذا مشيتوا معي خطوة بخطوة إن شاء الله بتسهل معاكم. طبعا راح نجيب هون كمان خصلة هيك بين الذان بين الأذن والوجه طبعا أكيد. وهون راح كمان بين الأذن والوجه هون كمان خصلة. هسا بنيجي هون هون يعني من هاي المنطقة راح نعمل خصلة أخمل منها شوي. خصلي هيك هاي الطريقة كشعر قنن يعني. نعمل كمان خصلي هيك. اوه طبعا في إله هون كمان هيك زي خصلي مبوزة من هاي المنطقة. وطبعا هون مش راح تبين كلها راح تبين خصلي هيك وهيك هاي الطريقة تمام. هيك رسمنا الوجه الراس. هسه بدنا نيجي نرسم الكتاف وبدلته. لابس طبعا بدلة زرقاء هو. طبعا بنعمل خط هيك دايما بنعمل خط طويل نفس الشيء هان نعمل خط هيك خط طويل بالشكل بعدين نعمل هيك بعدين نعمل هيك زي ما انتم شايفين. بعدين نعمل خط هيك وهيك. بس انا نعمل ربط في له ربطه هنا هيك حلوه شبره حمراء دائما مشخص فيها في بدلته. شبره سهله مش معقده هيك هاي الطريقه. بتعملوا خط هيك وبتعملوا كمان خط هيك بتعملوا هيك خط هيك خط هيك خط واحد بس من هون قم البدلة هون نفس الاشي شو ما عملت هون بتكلبوا هون كمان كونان بسيطة مش تكبرون تعملوا من هان لهان غلط. ببين هيك شخص كبير يعني لهان بيجي بس كتافه يعني ها بس بنعمل خط هيك نهوذ هيك خط بهاي الطريقة. نعمل خط هيك كمان هون نفس الاشي نعمل هيك خط نطلع لما ترسموا حطوا عينكم هان اخرى مشان تشوفوا المسافة كم هانا تعملوها هون كمان هاي الطريقة. تعملوا كمان خط هيك خط البدلة اللي لابسها تمام. هيك تقريبا الصورة جهزت عنا. هسا بضل شو آخر إشي عنا؟ بضل آخر إشي عنا قلم تحديد. رح نحدد كونان. وأول ما تبلشوا تحددوا بمصحكم تحددوا العيون شوي شوي وعلى أقل من مهلكم. طبعا التحديد سهل بس اهم اشي الرسم برصاص يكون. فعشان هيك للوقت مضطر اني اسرع الفيديو تسريع.